برعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار وفي صورة استذكارية لأبرز علماء الآثار في العراق العلامة والمؤرخ طه باقر، انطلقت أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول لحماية والحفاظ على الآثار والتراث العراقي والذي حمل شعار آثارنا مستقبلنا. مشاركة من دول أجنبية وباحثين عراقيين ومختصين في الشأن الآثار، تشارك معنا دولة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا. حقيقة اليوم فخورين أن يكون هذا المؤتمر في هذه الجامعة العريقة ويمثل امتداد لحضارة وادي الرافدين. اليوم سيكون هنالك جلسات بحثية وتداول أوراق مهمة في الشأن الأثري. اختيار وزارة الثقافة لإقامة المؤتمر في جامعة الموصل وفي مدينة الموصل له دلالات كبيرة، وذلك لعمق هذه المدينة التاريخي وأهميتها الحضارية وكذلك أهميتها الآثارية. كذلك يعطي مؤشر كبير على عودة الحياة إلى هذه المدينة التي أصبحت اليوم مدينة قبلة دولية بوجود اليوم في هذه القاعة العشرات من الخبراء الأجانب الذين حضروا هذا المؤتمر. المؤتمر الدولي ضم الكثير من الباحثين من مختلف أنحاء العراق من الأكاديميين والآثاريين والمراقبين وعدد من البعثات التنقيبية الأجنبية التي شاركت وما زالت تشارك في أعمال التنقيب في نينوى وعدد من المحافظات العراقية. حضورنا في هذا المؤتمر وتلاقح الأفكار وتلاقح البحوث العلمية المهمة مهم جدا، وخصوصا بلدنا العريق من شمال إلى جنوب زاخر في هذه القطع الأثرية. بعض البعثات الأثرية بداية مسح الأثري يجدون على سطح الأرض قطع ونفائس مهمة، فما بالك في باطن الأرض. لحد الآن المكتشفات نسبة قليلة جدا من ما ظهر وعرض في المتاحف. المؤتمر له دور كبير جدا في تسليط الضوء على الآثار والتراث في العراق، وأيضا فتح المجال للعمل مع البعثات الأجنبية، توسيع العمل مع البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية. هذا سيسمح بالكثير من التنقيبات والاستكشافات التي ينتظرها العالم باعتباره أرث عالمي، وأيضا سيفتح المجال إلى توثيقات مهمة ممكن أن تساعد الباحثين في العراق وخارج العراق، بالإضافة إلى أنه سينشط السياحة. تلاقح الأفكار والبحوث العلمية في جلسات المؤتمر دليل واضح على أهمية آثار العراق، وفتح المجال للعمل مع البعثات الأجنبية في التنقيبات سوف يسهم وبشكل كبير في تنشيط السياحة الأثرية وفتح آفاق أوسع للباحثين. لبرنامج صباح الخير يا عراق، إماد الأمين، الموصل.